برحب فيكم مشاهدينا بحلقة اليوم من موعدنا. حاولنا على مدى 90 يوم من موعدنا أن نكون منبر جدي لكل موهبة حقيقية، وتعرفوا معنا على أطفال كتير صغار وعندهم مواهب رائعة ومميزة، مواهب حبيتوها وتعلقتوا فيها. واليوم كمان نتعرف على موهبة جديدة وهو راسل الغزي. أهلا وسهلا فيك راسل. بداية قدي عمرك؟ أنا 13 سنة. 13 سنة وقدي لك بتعزف؟ صلي عم اعزف 7 سنين. 7 سنين يعني كان عندك 6 سنين. إيه. 6 سنين. 6 سنين وبلش. اوكي، وبلشت تعزف ودغري اخترت الاله اللي عم تعزف عليها الفايولين، ولا كان في الات تانية؟ لا، الات تانية. انا اخترت البيانو. أوكي. يعني جربته ما حسيت حالي انه يعني هيك حكون يعني ححبه للبيانو كتير. اوكي، رحت على الفايولينز. انت بس كنت تعزف البيانو يعني بلشت تدرب على البيانو؟ لا، لعبت هيك يعني مره جربته بس ما حسيت. اوكي، فبعدين جربت الفايولين حبيته، يعني حسيت حالي انه يعني فيني انجز اشياء في هذا الفايولين، وكمان ما كنت منيح فيه اول مره، فيني يعني يكون هيك. يعني من اول ما جربت الفايولين حسيت انه هيدي الاله حابب انت تتعرف عليها وتتدرب عليها. طيب حاحكي انا وياك قد ايه بتتدرب وياك، بس خلينا نسمع معزوفين. انا بعرف محضر 3 معزوفين. صح، يلا اول وحده وانا اكيد حصورك. الاكونت عندك اكونت على انستغرام؟ اسمه راسل اندرسكور كراستي. راسل اندرسكور كراستي. كراستي، اوكي هحاول اشوفه. يلا تفضل. شو هي اول معزوفه؟ فيروز سهر الليالي. اوكي مخرج، اذا انا مضايقتك بكرستي ممكن قوم قل لي بس. تفضل. سلم ايديك، بدي لك سلم تمك. كثير حلو، عملت لنا اجواء هيك كثير حلوه ورجعتنا شوي لزمان الحلو. راسل اخترت الفايولين وبلشت تدرب عليها،
وإلك 6 سنين، اليوم بتعد حالك محترف يعني بأي ستيج أنت ما إذا حتعرف تجاوبني؟ أنا بقول يعني أنا هيك يعني شوي advanced level، بس أنه يعني كمان بالفايلن ما في هيك يعني أنه limit لحتى تتعلم بالفايلن. بس أنت بليفل متقدم يعني أنت منك مبتدئ بعد 6 سنين، طب محترف فينا نقول يعني فيك تقوم بكونسرت تشارك فيهم؟ إيه فيني ساوي كونسرت وهيك، لعبت أنا كمان كتير كونسرت من قبل. أوكي. لعبت يعني شاركت بالجي سي سي كومبيتيشن مرة وفزت المرتبة الثانية مع مرتبة الشرف. عن فئة عمرك؟ إيه. أوكي. وكمان أنا يعني عزفت النشيد الوطني السوري بالمدرسة وسويت كتير هيك أشياء. طيب بدي أعرف منك كم ساعة بتتدرب بالنهار وإذا كل يوم بتتدرب ولا لا؟ أنا بتدرب كل يوم. كل يوم. ويعني بالنهار بتدرب هيك مرات ساعة ونص مرات ساعتين هيك كل يوم؟ ايه. طب هيدا الشيء بيصير قبل الدراسة قبل ما تدرس ولا بعد؟ يعني اي اوقات باليوم؟ لا انا مرات بعد ما ادرس، اكثر شيء بعد ما ادرس. ايه قبل النوم يعني؟ ايه قبل النوم. طب والميوزك اخذتك من اصحابك، اخذتك من اللعب، اخذتك من الظهرات؟ لا 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 لا، لساتني بروح مع رفقاتي هيك بلعب معهم. يعني في اجواء موسيقية بينك وبين رفقاتك؟ يعني في حدا من رفقاتك كمان بيعزف او بيهتم بالموسيقى او بيعرف قيمة الموسيقى؟ لا. في بس واحد. واحد بيلعب شو بيعزف؟ البيانو، وقفه فصار عم يلعب جيتار. اوكي، فبس واحد من كل رفقاتك. طيب انا بدي اياك تعزف لنا المعزوف الثاني قبل ما يخلص وقتنا. شو هي؟ لما بدي اتثنى. يلا يلا اسمعوا. تفضل. سعيد انك اليوم معنا، لان ما كان لازم يخلص هذا الموسم بلا ما نسمع هذا العزف الحلو. فثانك يو انك معنا اليوم. اوكي، بدي اعرف منك شو طموحك، يعني شو حابب تصير بالمستقبل؟ لمين بتسمع عازفين ممكن يكونوا بيعزفوا على الفايولين؟ يعني كيف بتطور انت بينك وبين حالك؟ يعني انت صرت شاب اليوم، كيف بتطور حالك بالعزف؟ انا بطور حالي بعزف هيك، بسمع يوتيوب يعني بشوف انه هيك يعني تيبس انه شلون فيني يكون احسن. وانا بسمع العازف فايلن واحد اسمه ديفيد جاريت. اوكي. هو كثير هيك يعني هي انسبايرز مي، ويعني انا بحب انه يعني اعزف مثله. وكمان انا بدي اصير من المستقبل يعني كيعني مستقبل بالفايلن.
بالفايلن؟ اه بالفايلن، بدي يكون عازف فايلن هيك مشهور عالمي. طب وبالمستقبل؟ وبالمستقبل انا بدي يكون دكتور عظمي. دكتور عظم وعازف فايلن مع بعض؟ إيه. ليه منشان اذا وجعك كتفك تقدر تعالجه لحالك. انا بدي اتشكرك رسول، انا بعرف انك محضر لي الشيء اللي صح؟ إيه. اوكي انا بدي اتشكر وجودك معنا، حقدركك تعزف لي، مخرج حيعزف لي معزوفه الي، اوكي؟ ومنه روح انت بريك. اوكي تفضل. ثانك يو سو ماتش، هيدي أول بيرث داي بتنعزف لي، أوكي؟ يعني أنت طلعت السباق، شكراً لك راسل الغزي، أنت وأختك نايا اللي جمعة الماضي نورتنا هون بالاستوديو بأحلى رقص وحاول تعلمني بس ما تعلمت، فمشان هيك أنا ما حقلك علمني، فاشلة. شكراً لك، مشاهدينا أكيد بريك إعلاني ومنتابع من بعده حلقتنا لليوم.